أهلا بحضراتكم متابعي تلفزيون اليوم السابع، ومستمرين في تغطياتنا المتواصلة من مقر انعقاد المؤتمر الاقتصادي بالعاصمة الإدارية. وزي ما قلنا حضراتكم الأصوات كثيرة وجميعها متمثلة هنا في المؤتمر الاقتصادي، واحنا معانا لقاء الآن مع الأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام والموازنة وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انه المحاور الثلاثة دول من اهم المحاور اللي يتم مناقشتها في جلسات المؤتمر المختلفة، فبنرحب بالأستاذ طلعت خليل. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك. يعني مبدئيا عايز اسال حضرتك على انطباعك عن امس والجلسات التي عقدت اليوم. والله يعني انطباع انه يكون في مؤتمر اقتصادي في هذا التوقيت اللي في حالة ارتباك اقتصادي، فده شيء جيد، ولكن علينا ان احنا نخوض في المشاكل بشكل حقيقي. يعني ما نقولش ان كل حاجة تمام وكل حاجة مظبوطة، ده مش هينفع. علينا ان احنا نحدد المشاكل على وجه الدقة، نشوف طبيعة المشكلة ايه ووضع حلول لهذه المشكلة. منصب حضرتك أو يعني وجود حضرتك في الحوار الوطني لمناقشة برضو ملفات مهمة تخص السياسة المالية والنقدية والموازنة المصرية، إزاي ده انعكس على حضورك أيضا هنا في المؤتمر الاقتصادي؟ والله أنا هنا للحضور بصفة إن احنا عايزين نسمع كل الآراء. يعني الحكومة بتتكلم، الخبراء بيتكلموا، كل الموجودين من رجال الأعمال بيتكلموا، أنا دوري كمقرر لجنة الدين العام إن أنا بسمع دوت وببلوره، على اعتبار أن كل مخرجات المؤتمر سوف تأتي إلى الحوار الوطني من ضمن الأوراق اللي سوف يناقشها الحوار الوطني إن شاء الله. طيب، موضوع الدين العام وموضوع عجز الموازنة وأيضا الإصلاح المالي والإداري كان محاور نقاشات كثيرة أمس، وكان برضو تحدث عنه السيد الرئيس وتحدث عنه رئيس الوزراء. أهم الجمل اللي حضرتك توقفت عندها في لمس المشكلات اللي أنتوا بتناقشوها أو كمان هتناقشوها في الحوار الوطني؟ يعني طبعا الأصل في الموضوع ان احنا عايزين نزود ايرادات الدولة، وايرادات الدولة عشان تزيد لابد من عمل بعض المسارات في دوة. النهاردة زيادة ايرادات الدولة يعني مثلا ما بقى عندي 59 هيئة اقتصادية، كل اللي بتجيبه حوالي 3.8 من الناتج المحلي، يعني كل اللي بتدفعه في الخزانة العامة 3.8 في الناتج المحلي. ال 59 هيئة اقتصادية دول فيهم هيئات كتيرة خسرانة، علينا ان احنا نخترق هذا الملف ونشوف الموضوع ايه. كمان احنا كمان يعني انا شخصيا منزعج جدا من وثيقة ملكية الدولة. يعني وثيقة ملكية الدولة تخارج الدولة من قطاع التعليم جزئي، ده خطر شديد جدا، ولابد ان يبحث في المؤتمر ولابد ان يبحث في الحوار الوطني التخارج دوت. تخارج الدوله من المرافق، المرافق النهارده احنا عندنا يعني معظم الشعب المصري النهارده اصبح تحت يعني خط الفقر ومحدود الدخل. حضرتك تقصد، انا اسف المقاطعه، حضرتك تقصد انه انك ضد هذا التخارج، انه انت ضد التخارج في التوقيت دوت تحديدا، لانه النهارده المجتمع دخوله بسيطه جدا، مصادر الرزق بتقلت جدا، حجم البطالة بقي مرعب، فالنهاردة التخارج ده هيشكل عبء شديد جدا على المواطنين، وبالتالي كل ده احنا بنحاول نبلور رؤية بشكل ازاي ان احنا نعظم موارد الدولة وبدون التخارج في بعض القطاعات. لكن حضرتك عارف انه احيانا وجود الدولة بشكل كامل في قطاعات بعينها كان مثار تساؤلات عند رجال أعمال والمستثمرين، وبالتالي أقبلت الدولة على فكرة وثيقة الملكية وفتح هذا النقاش. وثيقة الملكية نحن ليس ضد القطاع الخاص، ده بالعكس، احنا يمكن انا امين عام حزب المحافظين وده حزب ليبرالي، نحن مع القطاع الخاص بالكلية، لكن هناك بعض الأمور لا يجب ان تنسحب منها الدولة ولا يجب ان تنسحب منها في هذا التوقيت، وهذا الأمر لابد أن يناقش على أجندة المؤتمر الاقتصادي ولابد أن يناقش في الحوار الوطني، لأن أنت مش عايز ارتباكات داخل المجتمع. يعني أنت تخاف من القلاقل هنا، مش الخوف هنا مشروع. ليه؟ لأنك أنت بتجد البديل. يعني البديل حاليا دلوقتي أن أنت التخارج مرة واحدة أو التخارج الجزئي في بعض القطاعات هو اللي احنا بنحط عليه سبوت شوية، ولابد أنه نعظم موارد الدولة بشكل مختلف عن فكرة ان انا ابيع الاصول او على فكرة التخارج او فكرة ان انا اترك المرافق العامة للقطاع الخاص واترك التعليم، وخصوصا التعليم حتى في الدول الرأسمالية على فكرة تقوم به الدولة.
يعني الأصل في التعليم الأساسي تقوم به الدولة حتى في الدول الرأسمالية. ولذلك هذا الملف لابد أن احنا نرسل رسائل طمأنة لشعبنا، لابد احنا كسياسيين نفهم الملف ده الحكومة بتفكر فيه ازاي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، وبتمنى لك مشاركات إيجابية وقوية في جلسات المؤتمر. شكرا جزيلا الأستاذ طلعت خليل مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، كان ضيفا معنا على تلفزيون اليوم السابع ونقل لنا رؤيته وأفكاره حوالين الملفات اللي هو مهتم بيها واللي مشارك في المؤتمر بخصوصها، واللي كمان هتنعكس نقاشاتها على الحوار الوطني الذي سينطلق قريبا. متابعين مع حضراتكم تغطيات اليوم الثاني والجلسات وكل الفعاليات على تلفزيون اليوم السابع. إلى اللقاء.